نظمت نقابة الصحفيين يوما تضامنيا مع الصحافة الفلسطينية تحت عنوان نجتمع معا لنقول اوقفوا الحرب وانقلوا الحقيقة، وشاركوا أهل غزة في رفض صفقات التهجير وإعادة التوطين. المزيد يطلعنا عليه الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصرية. نحييكم من مقر نقابة الصحفيين المصرية، حيث نظمت اليوم نقابة الصحفيين يوما تضامنيا مع الصحافة الفلسطينية. هذا اليوم الذي يأتي في ظل العدوان المتواصل من القوات الإسرائيلية التي تهاجم المدنيين العزل في قطاع غزة، اليوم يوما تضامنيا مع أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة مع عشرات الفلسطينيين والصحفيين الذين استشهدوا خلال هذه الحرب الغاشمة. نحن نتحدث عن أكثر من 90 شهيد من أبناء الصحافة الفلسطينية الذين استشهدوا خلال هذه الحرب منذ 7 أكتوبر. نقابة الصحفيين المصرية اليوم نظمت هذه الفعالية بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينية وبحضور نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأستاذ ناصر أبو بكر وممثل أيضا عن الاتحاد الدولي للصحافة. هذه الفعالية التي أعلنت بشكل مؤكد رفضها لكافة المخططات التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من ديارهم ومن أرضهم ومن منازلهم، وطالبوا خلال هذه الفعاليات أيضا بإعادة توطين الفلسطينيين إلى منازلهم والذين تركوها تحت وطأة القصف الذي يتعرضون له على مدار هذه الأيام الماضية. خلال فعاليات هذا اليوم تم عرض فيلم تسجيلي يوثق للجرائم الحرب مكتملة الأركان التي يرتكبها أو ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين المدنيين العزل. وتم أيضا دراسة واتخاذ عدة خطوات من بينها كيفية التحرك للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسؤولين عن هذه الإبادة بحق الفلسطينيين. يذكر أيضا أن هذه الفعالية تأتي ضمن فعاليات كثيرة تنظمها نقابة الصحفيين المصرية للتضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني.